لمن يهمهم الأمر، اليوم حنتكلم على مرضى العظم الزجاجي، التحديات والاحتياجات. كثير جدا مننا ممكن يكون أصلا ما سمع بمرض العظم الزجاجي. الفقرة دي خصصناها لأنه نتعرف على المرض، على طريقة الإصابة، على التحديات اللي بتواجه المصابين من خلال مرضى العظم الزجاجي. واليوم حنتكلم عن الموضوع ده بلسان واحدة من مصابات المرض، وفي نفس الوقت هي رئيس الجمعية السودانية لرعاية مرضى العظم الزجاجي اختصاصي مختبرات دكتور شذا سيد أحمد. أهلا ومرحبا بك دكتور شذا، ومنورانا ومشرفانا في صباحات سودانية. الله يخليكم، مرحبا بكم، وأنا سعيدة في استضافتكم لنا في صباحات سودانية. أهلا ومرحبا بك. نبدأ بالمرض ولا بالجمعية؟ والله نبدأ بالجمعية من خلال نتعرف على المرض. تمام، خلينا نتعرف على الجمعية ونشأتها وتكوينها كان بتان إن شاء الله. في البداية نحن بنعرف الجمعية السودانية لرعاية مرضى العظم الزجاجي. تم إنشاء الجمعية في يوم 5 فبراير 2020. هذه الجمعية بتقوم برعاية مرضى أطفال العظم الزجاجي. وهنا ممكن نعرف في اللحظة دي مرض العظم الزجاجي اللي هم أطفال بيولدوا يعني هو مصيب الأطفال منذ الولادة، بيتسبب في كسور متكررة قد تحصل بسبب أو من غير سبب، يتعرض الطفل للكسور دي. وبعد ذاك نحن يعني الجمعية أهدافها أنه كيف الناس تتعامل مع المرض ده، مع الأطفال دي، حتى الأسرة طبعا. يعني هم أهم حاجة أنه صحيح. كيف هم جاهم طفل عظم زجاجي، كيف حيتلقوه وكيف حيتعاملوا معه. يعني إحنا بنبدأ التثقيف من الأسرة ونعمم الموضوع على المجتمع. يعني أهداف تثقيف للأسرة، بعد ذلك كيفية التعامل مع المرض، المرض. وبعد ذلك تأهيل المريض نفسه، لأنه هو حيستقبل المرض ده كيف، لأنه المرض ده ممكن يأثر على الطفل نفسيا طبعا. تأهيل يعني نفسي. حياته كلها حتكون بين كسور وعمليات، وحنجي نضع نشوف الحاجات دي كلها. فبرضو تأهيل هذا الطفل والأسرة برضو لاستقبال هذا. يعني المعاناة هم حيستمروا فيها، وأنه دي طبعا معاناة حتكون يعني مدى الحياة طبعا. حنقول يعني دي حياته حتكون كده، يعني العضوية كلها من الـ من الـ من الأشخاص المرضى، ولا معاكم مثلا الناس مهتمين جزء من العضوية؟ والله حاليا صراحة العضوية كلها مرضى. مرضى العضوية، احنا عايزين نشاركونا ناس تانين، لكن صراحة انا الجمعية دي شغالة فيها براي، ما في ما معي يعني ناس ثابتين، عندي ناس مدعونين صح، يعني 3 أنفار اللي هو يعني نائب رئيس الجمعية والأمين العام للجمعية، هم أباء لأطفال مصابين. هو حسعد العدد كم؟ 122 مريض ديل المسجلين ريكورد عندي في الجمعية. لكن قد يكون في ناس ثانيين أنا لسه أنا بالحلقة دي بدعو أي مريض عظم زجاجي، هو يعني بعدين حنعرض رقم تلفون واتساب، هم ممكن يتواصلوا بعد عبره وينضموا للجمعية. طيب انت في التعريف قلت مرض العظم الزجاجي هو مرض يعني بيخلي الطفل انه هو يتكسر بسبب او بدون سبب. ايوه. طيب بمعنى انه مثلا طفل راقد في السرير فجاه ممكن تتكسر؟ ايوه ممكن تحصل له كسر. ايوه ممكن تحصل له كسر وبشكل مستمر، يعني مثلا حصل له التئام للكسر فجاه ثاني ممكن يحصل. أيوة. له كسر ثاني. أيوة. حياتهم بتكون كده. طيب الكسور دي مثلا بتكون في كل اجزاء جسمه، ولا مثلا في اطراف معينه او اعضاء معينه هي اكثر عرضه لل أيوة كسور. فعلا هي دائما بيسموها ان هي اللي بتعرض لها العظام الطويله اللونج بون، يعني اللونج بون يعني هي العظام الطويله الطويله الساق الفخذين الساعدين، ديل هم اكثر حاجه بتتعرض لها الطفل للكسور، وخاصه لكن الساقين. طيب يعني هل مثلا في يعني اسباب معينه بتخلي انه الطفل ده مما يتولد بمرض العظم الزجاجي، ولا ممكن هو يتولد صحيح وبعد ذاك يكتسب المرض ده؟ لا المرض ما مكتسب. لا المرض ده ما مكتسب. المرض ده نحن هنجي حاسين انا هنخش عليه، المرض ده هو ما مكتسب اصلا. هو يعني انت سؤالك ده هيقودنا لما هو سبب العظم الزجاجي. ايوه تمام. سبب العظم اسباب العظم الزجاجي هي بتكون نتيجه لخلل جيني في مادة
خلل جيني في مادة البروتين اللي هو البروتين شنو تحديدا؟ الكولاجين اللي هو في مادة البروتين بتاعة العظام، بروتينات العظام، واللي هي الكولاجين هي المادة دي مسؤولة من التقوية العظام. فنتيجة للخلل الجيني اللي بيحصل فيها وبيكون في نقص في إنتاج الكولاجين، قد يكون كليا أو يكون جزئيا. نتيجة للخلل ده بيحصل فقد لمادة الكولاجين. بالتالي لما يحصل فقد لمادة الكولاجين العظم بيفقد الصلابة والقوة والمتانة بتاعته، بيبقى هش، بيبقى هش. فإذا لما يحصل هشاشة فيه فبيحصل شنو؟ تكسير للعظام. فهو دائما الناس بيقوموا لما يقولوا هشاشة العظام بطوال الناس بترجع للكالسيوم والفوسفور. أيوة. هو لا يا جماعة، العظم الزجاجي هو ما عنده علاقة بمادة الكالسيوم ولا الفوسفور، هو خاص بمادة الكولاجين. طيب يعني مثلا هشاشة العظام ممكن الأم تأخذ في فترة الحمل الكالسيوم وكده كتقوية، هل مثلا أنا ممكن أمنع هذا؟ ما ممكن. ليه؟ لأنه نحن قلنا خلل جيني، جيني يعني حاجة تكوين داخلية. أيوة. فهو الأسباب بتاعته خلل جيني، يعني شنو؟ في التكوين، في خلقة ربانية يعني. فهنا الطفل الخلل الجيني، بنجي نرجع الخلل الجيني ده قد يكون أسبابه وراثية، يكون سبب في العيلة، الأم أو الأب أو العيلة محمول. تمام. يعني يسموه جين محمول، قاعد في الجينات الوراثية، الوراثية، وبعد ذلك يتورث للطفل. تمام. ده غالب في الغالب يعني دائما هو مرض وراثي متورث. ومرات بيكون نتيجة لطفرة جينية. بيحصل شنو؟ أثناء فترة الحمل بيحصل تغيرات تلقائية للجين، بتحصل منه طفرات ويحصل المرض العظم الزجاجي. يعني هو مرض ما مكتسب، هو بيولد به الطفل، يعني تكوين من التكوين ذاته يعني. طيب انت حاسة اتكلمنا في اول التعريف انه انت واحدة من المصابين بمرض العظم الزجاجي. اول حاجة انا صراحة يعني فخورة بك جدا جدا، يعني انه انت قدرتي يعني تعدي تحديات كثيرة شديد، وحاسة أنت ما شاء الله قاعدة يعني. وأنت قبالي قلت لي إنه في ناس بيفتكروا إنه الشخص المصاب بمرض العظم الزجاجي ما بيقدر بعد ذاك يمشي ويتحرك وكذا يعني، وأنت ما شاء الله حاسة اختصاصي مختبرات طبية، فأحكي لنا التحديات اللي واجهتك كوحدة من المصابين. طبعا التحديات دي لتفرديها في حلقة براها صراحة، لا لا لازم ناخذ منها جزء يعني، يعني لأنها أنا عندي حنزيد لك المساحة 5 دقائق تاني. طبعا التحديات كثيرة واجهتني صراحة وواجهت أسرتي، وأنا يعني من هنا أنا يعني بقول الأسرة يعني ليها فضل كبير علي وعلى يعني عموما أي طفل مصاب، طفل مصاب يعني أساس القوة اللي بتديها له في البداية وشخصيته وتكوينه بيرجع للأسرة طبعا. صح. ده الشغل اللي بتشتغله حس عليه في تأهيل النفس للطفل وللأسرة. أيوة. في الجمعية. في الجمعية. فيلا التحديات طبعا أنا اللي واجهتني طبعا اللي هو الكسور، أن الإنسان الطفل بيكون مثلا يعني يتكسر الليلة ممكن في خلال الشهر أو 3 شهور يكون داخل عمليتين ممكن يكون. وبعدينك التعليم، يعني التعليم برضو بتواجهك مشكلة أنه في التعليم أنه لما تمشي المدرسة طبعاً أنت كطفل بتاع عظم زجاجي بيتخوفوا منك أنه ممكن مسؤولية، يعني كيف أنه أنت بيكون حاجة غريبة ممكن يتكسر بالله، يعني استيعاب العقل ذاته. أيوة. للتعامل مع الحواليك بيكون فيه مخاوف يعني. برضو لما خشيت الجامعة كان في رفض شديد من الجامعة في استقبالي، يعني أنه أنا عظم زجاجي كيف أخش في مجال بتاع مختبرات طبية وكيف كده، فكان في تحديات شديدة في أنه أنا يعني وصلت معاهم لدرجة أنه أبوي استدعى أبوي عديل وقال لي أنه ما ممكن هي يعني تواصل في المجال ده وكده، فأنا مصرة، فأبوي قال لهم أنا بكتب لكم تعهد خلوها وبيناتكم وبينه وبين الورق، إذا استمرت خلاص وإذا لا هي ده يقبى فصلي من مستواها يعني. فالحمد لله يعني الحمد لله كنت من الناس المتفوقين، جيت ثانية الدفعة ما شاء الله وما حصل مرة شيلت ملحق ما شاء الله، ودائما يعني الدرجة الثانية تخرجت بتقدير جيد جدا، حضرت ماستر برضو بتقدير جيد جدا ما شاء الله.
عملت بالمناسبة خدمة إلزامية، خدمت الوطن يعني برضو. فكان خيروني أنه أنا أعمل خدمة إلزامية ولا لا، قلت لهم لا أنا هعمل خدمة. وفعلا عملتها وقدمتها سنة كاملة اشتغلتها. بعد ذاك أتوظف يعني مشيت قدمتها، كانت برضو عندي مشكلة في المعاينات في القبول في القبول. فيلا دائما يعني بتلقى، وانه انا كنت مدعونة واشتغلت في ادارة المعامل برضو كان يعني في التعاون بتاعنا في ضبط الجودة. فلما نقدم بتلقى الواسطات والناس اللي قدامك. فكان حصل موقف برضو زعلني من المستشفى يعني مع رئيس القسم، فكان اخذنا اجازة عشان نمتحن رفضوا يدونا. فالمهم هو كان في النهاية تخلي، هو عنده زول عايز يوظفه ويبعدني لأنه أنا كنت في القدام في المقدمة وكده. فأنا من لجأنا للزول بتاعنا بتاع الإدارة في إدارة المعامل، قام شيت تكلمت معه وقال لي يمشي إدارة المعامل. قلت له جدا بمشي. رجعت للزول، فالزول قال لي خلاص أنا أحولك. الوقت ده أنا كنت شغالة في حاجة صافي. قام قال لي أحولك أحمد قاسم. قلت له لا، انا ليه اتحول احمد، انا في مكاني في حاجه صافي، امشي احمد قاسم ليه؟ فقام قال لي الزول المسؤول قال ما عنده يعني في كوادر طبيه زياده يعني. فانا قلت له انا قديمه وفي بعديني جو ناس، يمشي الجداد ولا امشي انا؟ فقام قال لي لا انا هعمل له شنو يعني، انا هنزلك بالقوه. فكانت الكلمه دي زعلتني شديد. مشكله ايوه. لكن انت الحاجه كويسه حاسه يعني التحديات دي كلها خلتك تمشي في جانب مهم شديد، اللي هي انك تكوني جمعيه لاطفال هم ما في جهه راعيهم. اليوم انت مشيتي عملتي جمعيه لاطفال ما في جهه راعيهم. أيوة. هي الاطفال مرضى لانه انا عانيت من الحته دي. لقيت اهلي يعني هم اهتموا بكل الحاجات وكده. فانا حبيت انه يعني انا طالما ربنا يعني انعم علي بنعم انا لازم يعني اغوض الاطفال ديل واثبت. حتى الطب يعني حتى لما نمشي للاطباء بيكلموا الاهالي بيقول لهم مثلا يعني المرض ده ما عنده علاج والاطفال ديل بس تخلوهم راقدين كده. حتى يعني انا لما استقبلت الحالات الاطفال مع اهاليهم كان بعالج الاهالي كمرض نفسي، المرض ده عادي وممكن يتعامل وممكن وانا مثال وانا كده. طب احكي لي انا يعني زول مما يجي مثلا عندك طفل واسرته جايين عليك في الجمعيه بيحصل شنو الخطوات شنو بتكون في الجمعيه؟ طبعا هم بيجوا يعساني اصلا يعني بيقول لي نحن الدكاتره قالوا لنا المرض ده ما بيتعالج وخلوهم كده وراقدين يعني. فانا بقول لهم لا هو صح يعني كلام الاطباء صح انه هو المرض ده يعني ما بيتعالج وكده فعلا دي حقائق. لكن نحن كيف في حاجات بنتغلب بها يعني عن المرض يعني اللي هو شنو. انا لازم اقلل الكسور، ما هو مرض مرتبط بالكسور وبيسبب نتيجه الكسور دي بتعمل لي شنو اعاقه في الحركه. طيب انا لازم ازيد الحركه واقلل الكسور عشان اخلي الطفل يعيش حياته طبيعيه. تمام. يعني ده الفهم المبدا بيبتدي على هذا الاساس. طيب فهم بيقوموا بيقولوا لي انا ما بيقدروا يقعدوا ما ممكن. بقول لهم انا يا جماعه انا عظم زجاجي من الدرجه الرابعه. فو درجات؟ أيوة درجات. من الدرجة الرابعة هاي شغالة. مؤدية وظيفتي عادي متحركة. فكانوا مندهشوا لقبول إنه الحاجة دي. فأول ما أقول لهم أنا عظم زجاجي فالإحباط بتحول لأمل. أيوة. فطالما في يعني زول هذا قدامنا فهم بقول لي معقول بيكونوا هم ذاتهم مصدقين. والله عندي حالة حسي يعني أنا يا ريت لو أنتم ما عندكم مانع أنا مستأذنة أهالي وأنا ممكن أعرضهم عادي. لو عندكم مساحة عايزين تعرضوا نموذج عندي. فدي جابوها حتى اسمها فاطمة الطفلة دي جابوها لي راقدة تماما حايمين بيها دكاترة كتار. حتى رقبتها ما بتثبت، رجلها ما بتتحرك. الآن فطومة بتمشي بالسرير. طب عملت شنو يعني شنو الخطوات اللي حصلت اللي ما شاء الله خلتها من شخص وما هي واحده سبع عندي حالات ممكن اعرضها عندكم عادي جدا وموجوده جد يعني عادي. الحصل شنو عملت لهم شنو؟ يلا نحن اول حاجه بنحط طبعا انا مطبقه النظام بتاع الجمعيه بتاعتنا دي مطبقه العلاج بتاع WHO اللي هو منظمه الصحه العالميه الامريكيه بيسموها WHO فاونديشن. دي بتمسك الطفل بنمسكه اول حاجه الطفل ده محتاج لتغذيه معينه محتاج لسبورت اللي هو بنعمل عمليات تقويميه لانه العظم ده طبعا بيحصل
تشوهات في العظام نتيجة بيكون في تغوصات في الساقين وفي الـ في الـ في, الـ في الفخدين. فطبعا أنا عندي مثل قاعد أضربه اللي هو أنا من يكون عندي مثلا نقوله عروسة بتاعة القطن دي أنا يعني أنا أكتر حاجة بوصف بها مريض العظم الزجاجي اللي هو عروسة القطن دي بتتنى اللي هو لينا ما فيها ثبات يعني مهما تخطيها كده بتقع مهما تخطيها كده بتقع. فيلا لكن لو أنا قمت جبت مسكت العروسة دي ودخلت ليها من جوا مثلا يعني دعامات أيوة دخلتها في الفخذين او الساقين هتلقي العروسه دي بقت ثبتت ايوه صح صح وهذا الفهم وهذا الفكره. فنحن بندخل بنستخدم الجانب الجراحي تمام اللي هو بندخل بيسموها يعني مسامير معدنيه داخل نخاع العظام عشان تزيد في التقويم عشان تزيد أرجل. عشان تزيد في متانة العظم تدي العظم قوة متانة وتعمل وتمنع التغوص تمام كده بنأهل الطفل انه هو يقدر يستقيم ويقدر شنو يقف تمام. حسي انا قدامكم برضو عندي كانت تغوصات لكن اهي ما شاء الله هاي الحمد لله والشكر لله وعامل العمليات الجراحية دي. يعني برنامج غذائي وبرنامج جراحي وتأهيل مع علاج طبيعي وعلاج طبيعي اي بنعمل علاج طبيعي للطفل. العلاج الطبيعي بيخدم كثير طبعا عندنا برضو العلاج الطبيعي ده نحن دايرين الناس بيكونوا مؤهلين لانه في حالات كثيره بتمشي المركز اثناء العلاج الطبيعي بيتعرضوا للكسور فعندنا كيفيه معينه لاستخدام العلاج الطبيعي. السباحه بتلعب معانا دور كبير طبعا لانه بالطفو الماء طفو الماء فبيساعد برضو الطفل في العضلات بتاعته. فدي كل الحاجات اللي انا بستخدمها للطفل. طب انت حاسه كل اللي بتتكلمي عنه ده محتاج دعم طبعا الدعم أنا بيجي من وين؟ انا والله العظيم اقول لك الدعم كله بيدعي الدعم بيعتمد ما عندي دعم ثابت بيعتمد على الهبات والتبرعات والوسائط اللي يعني مثلا الفيسبوك من هنا يعني انا بشكر يعني الاخت عبير محمد عبير دي يعني خدمت الجمعية من ناحية الدعم بنسبة 100% يا جماعة أنا يعني بشكر عبير دي شكر يعني شديد إن شاء الله يوصلها. حسة طيب لو في زول بتابعنا ودار يدعمكم أيوة يدعمكم كيف؟ يدعمنا عن طريق الحساب ويتواصل معي عبر الواتساب. طيب في عبر الواتساب أدينا الرقم قولي لنا اللي هو 0912-76-7641 نعيده تاني 0912-76-7641 طيب ورقم الحساب اي حنعرضه ممكن تقبلوه كده شويه ورقم الحساب برضو موجود حاسه تمام خليك مثبته لنا عشان الناس تحاول انها تسجل رقم الحساب ورقم الواتساب ولو في اسره حاسه بتتابعنا وعندها طفل مرضى الزجاج تلتحق بالجمعيه. طيب انت برضو من خلال الكلام اللي بتقولي ده محتاجه معناها اخصائيين تغذيه اخصائيين علاج طبيعي يكونوا معاك لقدام ان شاء الله يكون في مركز تاهيل كبير يعني ان شاء الله اللي نحن طالبينه يعني انا حاسه هنا انا بناشد يعني المسؤولين وزاره الصحه الدوله لانه ده موضوع قومي ما موضوع فردي ولا موضوع بتاع جمعيه انا بعرض في قضيه فدي قضيه بتاعت مجتمع وبعدين جمعية العظم الزجاجي دي على فكرة ما في جمعية اتكونت في الدولة العربية بترعى الأطفال دي أصلا فالحاجات دي كلها يعني أوروبية حتى في البروتوكول بتعتمد على الجانب العالمي اللي هي أيوة. منظمة الـ WHO أيوة فيلا نحن دايرين الناس يدعمونا ومننا نحن ما يكون خدمتنا لنا خدمتنا تدعمهم لكل الدول العربيه ان شاء الله والله يعني ده الامل بتاعنا كده وانه نحن يعني هم اطفال يعني بيعانوا من جوانب نفسيه ومن عدم حركه ومن الم مستمر فيعني انا بفتكر انه هم احوج الناس صح. للدعم ان شاء الله. طيب سؤال انت حسب يعني ما شاء الله بعد ما بقيتي حتى محاضره في الجامعات وبتشتغلي وكده لما يعني كبرتي الحاجه دي قلت الكسر قل يلا هم من ناحيه الطب بيقولوا الكسور بتبدا تقل بعد سن البلوغ بعد سن البلوغ الطفل الكسور بتاعته بتقل بتقل جميل. طيب عشان انا قاولين نختم هم قلت لي 4 درجات اصعب درجه رقم 1 ولا رقم 4 لا أصعب درجة رقم 2 أصعب درجة رقم 2 أنت كنت رقم 2 لا أنا رقم 4 أنت رقم 4 أي وأقل درجة رقم 1
وأقل درجة رقم واحد معناه بادي من أربعة. بادي من واحد. واحد أقل درجة. واحد أقل درجة. واثنين أشد درجة أشد نوع. بعد ذاك يلا بيجي ثلاثة وأربعة بيكون في مواصفات شايلينها من واحد واثنين بتتداخل مع بعض بتديك ثلاثة وأربعة. أربعة تتداخل من ثلاثة وأربعة ويديك خمسة وهكذا. طيب حسب شدة المرض وأعراضه بيتشكل النوع. طب لو وديتك ما آخر مساحة ممكن تقولي فيها شو؟ والله الرسالة دي ممكن تكون للآباء للأمهات تقول للجهات المسؤولة للخيرين والداعمين. أيوة فأنت خلاص لا 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 تقولي أنا قلت وريتك الجهات لكن أيوة. أنت حتقولي الكلام يعني أنا بدي يعني طبعا الأمهات والآباء يعني بيلعبوا دور كبير الرسالة للمجتمع ككل بوصل الرسالة للمسؤولين على الأطفال دي لأنه هم شريحة مهمشة صراحة في المجتمع وفي الطب وما في زول عارف عنها حاجة وهم بضيعوا وهذا مرض قاتل يعني فبناشد يعني المسؤولين في الدولة وزارة الصحة شركات الاتصالات MTN زين يعني مثلا شركات دال كل الشركات المسؤولية المجتمعية اجتماعية بشوف بنسمع عن الكاردينال يا ريت لو هو من هنا سمع عننا يتصل تواصل معنا ويدعمنا إذا في جمعيات خيرية هي ممكن تقدم يعني تكون مدعونة معنا في دعمنا برضو إن شاء الله والله يعني كل من يعني له بصمة ممكن تكون للجمعية ويشارك ده هو عمل خيري أنا بقول ساعدوني أنا عشان أنا أساعد الناس إن شاء الله إن شاء الله فدي كده يعني أنا ما سمعتك شكرا لك دكتورة شذى السيد أحمد رئيس الجمعية السودانية لرعاية مرضى العظم الزجاجي اختصاصي مختبرات طبية ومصاب بالمرض أنا شاكرة جدا لك شكرا لحضورك معنا شكرا للقوة ما شاء الله اللي أنت بتتمتعي بها عظم زجاجي لكن قوة في التحمل وقوة أيضا في يعني في الإصرار على النجاح وعلى الأمل اللي أنت بتطرحيه لنا ولكل الآباء والأمهات 122 طفل اللي أنت تحت الجمعية شكرا لك كثير جدا وإن شاء الله اللقاء الجاي يكون تدشين المبنى التأهيلي لمرضى الزجاجي العظم إن شاء الله يعني بجد دايرة دعم شديد لأنه ما في حتة يعني ما عندي مغر ما عندي قروش دعم ذات عشان انا اقدر اعمل ان شاء الله الحلقه دي تكون باذن الله تعالى فرصه لان كل الناس تعرف شكرا لك كثير جدا يا شذى نورتينا وشرفتينا.